يمكن في الجولة الأولى من المرحلة الثانية في بعض الدوائر الانتخابية بعض الناس رصدت أنه في شباب نزلوا فعلا على اختلاف الصورة اللي كانت موجودة عليها الجولتين من المرحلة الأولى، ولكن في جولة الإعادة هذه المرة الموضوع اختلف. واضح أنه الإقبال أضعف مش بس من الشباب إنما بصورة عامة من الناخبين، وده طبعا لأنه عدد المرشحين قل مش زي المرحلة الأولى، بالإضافة إلى أنه كما اعتدنا الحقيقة الناخبات وكبار السن هم العنصر الأساسي المتواجد في اللجان الانتخابية. وبمناسبة الناخبات في سيدة النهاردة يعني عملت حوار كده تلفزيوني حول كان تم سؤالها عن رأيها في أنه الإقبال من الشباب ضعيف. أنا مش هقول لحضراتكم يعني محتوى الفيديو حضراتكم هتتابعوه دلوقتي، ولكن لفت انتباهي كمان ختامها في هذا الفيديو أو ختام كلامها في هذا الفيديو اللي هنعلق عليه بس لما حضراتكم تتابعوا التفاصيل في الفيديو التالي. أنا عايزة أفهم ليه يعني الراجل بيعمل ما أقصى، ما فيش دولة جنبنا حصل فيها ربع اللي حصل، مش فاهمة ليه ما ينزلوش، يعني الواحد بينسى يسألهم يعرف منهم انتوا ما نزلتوش ليه؟ في ايه سبب؟ حضرتك مش لاقي اجابه ليه؟ مش لاقي اجابه بصراحه، لان البلد يعني احنا يعني في السنه دي ما كناش ابسط حاجه ما كناش عارفين نقعد في نور في بلد، يعني بلاش ما عملش حاجه خالص. معقوله كل اللي اتعمل دوت ما فيش حد عنده يعني اخلاق واعتراف بان في بلاد جنبنا بتروح خالص، بلاد بتروح خالص، ازاي ما فكروش؟ ما فيش وطنيه. بس للاسف الشديد يعني انا بعتقد ان احنا جيلنا ما عرفش ربنا بصراحه هي كده، لان احنا اتولدنا وعشنا في يعني مصر دي بالنسبه لنا كل حياتنا مصر. يعني واحد بيسافر بره والله العظيم بقى حمود عشان قال يعني مش عارفه يعني ازاي دول ما فيش وطنيه ما فيش حب للبلد ما فيش حاجه خالص كده، مش ممكن. نفسي اقابلهم واقعد معاهم لما يقفوا من ظهره كده واقول لهم انتوا واقفين تعملوا ايه؟ شوفوا البلد، اشتغلوا، اعملوا حاجه. ربنا يهدي الجميع يا رب. طيب طبعا رأي هذه السيدة يحترم جدا، بس لو سمحت لينا ان احنا نعلق على بعض المحتوى. اولا ما فيش شك انه كنا منتظرين اقبال اكتر من الشباب على صناديق الاقتراع، وده ما حصلش لانه وجهات نظر مختلفة لدى الشباب. بس انا مبدئيا هختلف مع هذه السيدة المحترمة في فكرة انه او في شقين. الشق الاولاني ان الربط ما بين انتخابات مجلس النواب والنظام أو الرئيس، أنا هختلف في ده ليه؟ لأنه ببساطة اللي شايف أو معترض على النظام الحالي طيب ما كان ينزل يشارك في الانتخابات عشان يبقى في من يمثله في البرلمان، اللي طبقا للدستور لو شايف هذا البرلمان ونوابه أن هذا الرئيس ليس رئيسا جيدا يقدروا يسحبوا منه الثقة بعد طرح استفتاء على المواطنين. يعني مش مجرد أنهم يسحبوا الثقة إنما بيطرح الموضوع استفتاء كده على المواطنين، والمواطنين هم اللي يقرروا هل يستمر رئيس الدولة أو لا يستمر. فبالتالي أنا مش عايز أعمل ربط ما بين أنه الرئيس بيبذل مجهود ولا الحكومة بتعمل شغل، طب ليه الناس ما نزلوش؟ يعني هذه نقرة وهذه نقرة، ده رقم واحد. رقم اتنين، ما أقدرش برضه أقول أن الشباب اللي ما نزلوش، ومش عايز أقول الشباب بس إنما المواطنين المصريين الناخبين اللي ما نزلوش، ما أقدرش أشكك برضه في وطنيتهم، لأنه في الآخر كل واحد بيشوف حبه لبلده من وجهة نظر مختلفة. في واحد بيشوف والله ان انا بحب بلدي وبالتالي انا مش هشارك لانه النواب او المرشحين اللي نازلين دول انا مش شايف فيهم حد يمثلني في البرلمان. تختلف الاسباب، انما في الاخر النتيجة ان اللي ما شاركش ده ما اقدرش اقول عليه انه وطني او مش وطني. ما فيش شك ان ده واجب علينا كلنا ان احنا ننزل ندلي باصواتنا ونختار افضل من يمثلنا في هذا البرلمان. انما هل لو انا ما شاركتش النهارده معناها ان انا مش وطني؟ طب افرض انا دلوقتي نزلت في دايرتي لقيت ولا مرشح انا مقتنع بيه ومش قادر اختار كمان يعني افضل الوحشين، ابقى انا مش وطني لو ما شاركتش؟ لا. فبالتالي انا اختلف في النقطه دي كمان. اما
ختام بقى كلامها بأنها بتقول أنها بتعتقد أن جيلها ما عرفش يربي. هي بتتكلم في النقطة دي من ناحية الوطنية وحب الوطن، وأعتقد دي إحنا تناولناها خلاص واتكلمنا عليها. إنما خلينا نبقى كده في يعني في لحظة صراحة، وأتمنى إن كلامي ما يزعلش حد. أنا ممكن أتفق معاها في الشق ده اللي ليه علاقة بمستوى الأخلاق اللي بقينا بنشوفه في الشارع. وهنا أنا ما بقولش إنه الجيل كله ما عرفش يربي، إنما بقول إن كان في بعض الإخفاقات. تختلف الأسباب ما بين أنه والله في حد حاول يربي بس الظروف اللي موجودة مثلا في المدرسة هي اللي دفعت الأولاد أن هم ينتهجوا منهج أصدقائهم، أو أنه الأب والأم يعني منهمكين في دوامة العمل ودوامة الحياة وبيحاولوا أن هم يقدروا يجيبوا فلوس أكتر عشان يصرفوا على أولادهم ويعلموهم كويس. تختلف الأسباب تمام، إنما في الآخر النتيجة أنه في خلل موجود، ما بقولش في الجيل كله إنما في بعض الشباب، وده يعني مش تحليل، إنما بصوا على الشارع المصري وانت تشوف مستوى الأخلاق والتصرفات عاملة إزاي، ومش بس من الشباب كمان، ده حتى في كبار السن بيعملوا كده. فيمكن هتفق معاه شوية في ده، إنما مش هتفق إنه التربية هي فيها مشكلة وبالتالي في الشباب ما عندهمش وطنية أو ما بيحبوش البلد. كل واحد بيحب البلد من وجهة نظر، في حد شايف والله ان البلد هتبقى احسن لو الحكومة دي فيها ناس رأس مالية، وفي حد تاني بيشوف انه انا بحب البلد بس من وجهة نظر ان الحكومة دي لازم تبقى حكومة فيها عناصر اشتراكية. فتختلف وجهات النظر هنا، بس في مفهوم عايزين نرسيه كلنا. السياسة فيها افكار وفيها معتقدات وفيها مدارس كتير جدا، كل واحد شايف ان في مدرسة هي الاصلح. التجارب هي اللي بتعلم، والزمن كمان على فكرة بيختلف مع التجارب. يعني ممكن انت في زمن تحتاج ل والله منهج اشتراكي، وفي زمن اخر تحتاج منهج رأس مالي. فالسياسة فيها وجهات نظر مختلفة. انا ما اقدرش اقول النهاردة انه اللي بيتبنى وجهة نظر معينة ده مش وطني او ما بيحبش البلد، بان هو بيحبها بس من وجهة نظر باسلوب تاني. فقصة ان احنا نشكك في وطنية من لم يشاركه انا بختلف معاها فيها الحقيقة.